السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التطبيقات الكتابية. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الثالث من الوحدة الثانية، مجال الحياة الثقافية والفنية، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. أنجز على دفتري. أرسم الهمزة المناسبة فيما يأتي. إذا أذهب، إذا همزة قطع تنطق في أول الكلام وفي وسطه، إلى أيضا همزة قطع، إلى المسرح هنا همزة وصل لا تنطق في وسط الكلام، كل أسبوع همزة قطع، رفقة ابن عمي همزة وصل، وابنتي خالتي. إذا أذهب إلى المسرح كل أسبوع، رفقة ابن عمي وابنتي خالتي. أتم ملء الجدول بوضع علامتي فيه في المكان المناسب. إذا أحب قراءة القصص، إذا الفعل هو أحب. إذا هل هو فعل لازم أو متعدي؟ لاحظوا معي، قراءة هو المفعول. ماذا أحب؟ ماذا أحب؟ لأن الفعل ضمير مستتر. أحب قراءة، إذا فعل متعدي لأن قراءة هي المفعول به. فرح الولد كثيرا، فرح هو الفعل، الولد كثيرا. إذا الفعل لازم، اكتفى بالفاعل فقط، لا يوجد المفعول به. شاهدت مسرحية جديدة، إذا شاهدت هو الفعل. مسرحية جديدة، إذا مسرحية مفعول به، إذا فعل متعدي، تعدى الفاعل إلى مفعول به. قرأت الجريدة، إذا الفعل هو قرأت. إذا ماذا قرأت؟ ماذا قرأت الجريدة، إذا مفعول به، إذا الفعل متعدي. التمرين رقم ثلاثة، أنتج جملا أستعمل فيها الأفعال الآتية: نام، نام، المريض، باكرا، شجع، شجع الجمهور، الملاكمة، اجتمع، اجتمع تلاميذ عند باب المدرسة. قدم، قدم المذيع الأخبار. إذا نام المريض باكرا، شجع الجمهور الملاكمة، اجتمع التلاميذ عند باب المدرسة، قدم المذيع الأخبار. أحيط الفعل الصحيح فيما يأتي. إذا الفعل الصحيح هو ما خلت أحرفه من حروف العلة. حروف العلة هي الواو، الألف، الياء، جمعت في كلمة وايون. إذا قعد، قعد فعل صحيح سالم. قام فعل معتل، لاحظوا معي حرف العلة في الوسط. مد فعل صحيح مضاعف. قرأ فعل صحيح مهموز. وقف فعل معتل، إذا المعتل الأول. سئم، سئم فعل مهموز. رقد، رقد فعل صحيح سالم. أكل فعل صحيح مهموز. مضى فعل معتل. عوى فعل معتل. عض فعل صحيح مضاعف. إذا أتم ملء الجدول كما في النموذج. إذا الفعل الصحيح سكب، فعل سالم. شد فعل صحيح مضاعف. جأر فعل صحيح مهموز. ملأ
فعل صحيح مهموز. عد فعل صحيح مضاعف. خرج فعل صحيح سالم. أمر فعل صحيح مهموز. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.